مساء الخير، يعطيكم العافية. أنا معكم سلمى الأشهب من نادي كتاب Out and About، منصة المواطن العالمي. اليوم معنا نقاش رواية جديدة، نقاش رواية الملف 42 للكاتب المغربي الشاب عبد المجيد صباطة. هاي الرواية كانت من ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر لسنة 2021. للأسف ما فازت، بس يعني الرواية فائزة برضو كانت تستاهل، بس إن دل على شيء دل إنه هاي الرواية إلها قيمتها، وكانت رواية فعلا تستحق إنها تنافس على هاي الجائزة. الكاتب اللي هو عبد المجيد صباطة هو من مواليد 1989، عمره 32 سنة. 32 سنة لغاية الآن صار مصدر 3 روايات، اللي هم خلف جدار العشق سنة 2015، الساعة صفر بال 2018، وفازت بجائزة المغرب للكتاب، وهي الرواية الثالثة اللي هي ملف 42 سنة 2021، وكانت زي ما حكينا ضمن القائمة القصيرة للبوكر. بنفس الوقت الكاتب بيترجم أعمال، ترجم لغاية الآن روايتين اللي هم فتاة الرحلة 5403، ورواية لن ننسى أبدا للكاتب الفرنسي ميشيل بوسي. وحتى اللي قرأ واحد، أنا قرأت الرواية فتاة الرحلة 5403، بتحس إنه تأثير الأدب الفرنسي واضح بكتاباته لعبد المجيد. هذا بالنسبة للكاتب. رواية جديدة، أنا بعتبرها من ضمن الأدب العربي، تناولت إشي جديد، أو خلينا نحكي نوع جديد من الأدب إحنا مش معتادين عليه بالأدب العربي، اللي هو السسبنس أو التشويق. نادراً ما بنلاقي إنه في رواية عربية فيها تشويق بهاي الطريقة، اللي أنا لقيتها طريقة حلوة كتير، تجذبك فعلاً من أول ما تمسك الكتاب ما بتقدر تتركه، وبنفس الوقت مش رواية تافهة. يعني هي مش رواية تشويق وأحداث تافهة وما إلها معنى، لا، هو عم يعني طرح أكثر من موضوع، وكلها إذا إجينا دققنا فيهم راح نلاقي إنه كل واحدة من هاي المواضيع اللي ناقشها هي فعلاً إشي بخلينا نفكر، أو يعني بيفتح علينا أبواب كتيرة إنه نقرأ بالمواضيع هاي أو نستزيد منها، أو إنه مجرد نتساءل ونشوف إيش في أجوبة لهاي المواضيع اللي هي طبعاً راح نطرحها خلال نقاشنا لليوم. الرواية قبل ما نبدأ نحكي في أحداثها، هي حسب ما مكتوب بالوصف تبعها كتبت بتقنيات سردية ما بعد الحداثة، وفي خطين متوازيين، اللي هم الخط الأول عم بيحكي عن قصة كريستين ماكميلان ورشيد بن ناصر، وبملاحقتهم لكاتب كتب رواية بسنة 89، والخط الثاني عم تحكي عن شاب مراهق، اللي هو بطل مراهق طبعاً بنص الرواية، شاب مراهق اسمه زهير بالقاسم، فاسد باعتبار، وبتحكي لنا قصته، وإحنا بنضل لحد آخر يمكن 20 أو 30 صفحة بالرواية إحنا مش عارفين إيش العلاقة بين هدول القصتين اللي هم ما في بينهم أي ترابط، وبالآخر طبعاً بيوصلنا لنقطة التلاقي. فقبل ما نبدأ نحكي بالأحداث، أنا بحب أسمع منكم اللي قرأوا الرواية، إيش رأيكم بهاي الرواية كسسبنس؟ وهل كرواية سسبنس ممكن تنافس عالمياً للي بقرأوا سسبنس عموماً؟ إنه هل لقيتوها على مستوى عالمي أو لا؟ وإيش رأيكم عموماً بهذا النوع من الأدب إنه يدخل عنا على الأدب العربي؟ بحب أسمع منكم إذا حدا حابب يحكي. سمر تفضلي. مرحبا. الرواية طبعا هي مشوقة وبتحتوي على كثير من الأسارة اللي فيها، طبعا هي سسبنس، بس برضو انه هي بتحتوي على كثير من المعلومات التاريخية والأحداث، وتنقل فيها من أكثر من زمن، يعني من زمن الحاضر و2002 و2016 و19، يعني وبرضه بفترة حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وتنقل فيها من أكثر من بلد، يعني مثل قصص داون براون اللي هو في الجحيم، بتنقل فيها من أكثر من بلد وبركز فيها على الأحداث الرئيسية، وطبعاً في بركز كثير على نقاط كثيرة منها، اللي هو استغلال دور النشر للكتاب الروائيين. هاي نقطة كتير حلوة بدنا نناقشها بتعمق، اللي هي هاي ما هي بدت فيها هاي القصة، قديش هم بيتعبوا
على أساس أنه لازم كل سنة يطلع رواية، هو ركز فيها ببداية الرواية، حتى أنه هو وضحها أنه مش بس مشكلة مثلا في دول النشر العربية أو بالمغرب، كمان هي عالمية. هو حتى طريقة الكتابة في الرواية، يعني اللي بده يكتب رواية بتعلم، يعني هو يعني شعرت انه حتى هو بيعطي دروس إن كيف الواحد يكتب رواية، لأنه هو ببين هذا رشيد، يعني هو بيعمل بحث وكيف هو عم بيشتغل، وبعدين بالآخر هو الكاتب هو نفسه فرجى كيف طريقة عمله وكيف بيحصل على مصادر. فيعني هو بيحتوي على أكثر من طريقة، إنه أنت كيف للي بده يكتب رواية شو هي الخطوات اللي بده يتبعها، اللي بده يكتب بحث شو لازم يسوي، اللي كيف خلط هاي القصص مع بعضهم هدول الشخصيات، وكيف يربطهم مع بعض، يعني الواحد ما يكون متشتت هلا في، وبرضه القصص كيف انه يدمج هدول الشخصيات بهاي الاحداث التاريخيه اللي صارت، خصوصا مثلا بروسيا حادثه الغواصه وحادثه المسرح، وكيف وبرضه بعدين انتقل لكيف التواجد القواعد الامريكيه في المغرب، وما اللي هي سببت فيها هاي القصه، منها قصه الزيوت المسمومه. هلا بس انا اللي لفت نظري انه هاي الروايه هي قصه الزيوت المسمومه اللي هي الملف 42، هي ما انذكرت يمكن الا بعد 270 صفحه، بس هي يمكن انه هاي تشويق ما ركز عليها كثير، بس هي الاحداث ادت الى الوصول الى هاي الحقيقه هي هاي المزعجة. الكتابة ولغته اللغة العربية مبين هو متمكن، يعني هو ببين إنه هذا جهد خارق، وكمان ببين إنه هو عنده معلومات وعنده برضو عنده حصيل. هو أنا بعرف إنه هو كمان هو مهندس مدني، واضطر قال إنه هو بيقول يعني كيف البناء هاي القصة، كيف ينتقل من حدث لحدث. واللي كمان اللي لفت نظر انه بالبدايات هاي كل فصل كان يحط جملة، وهي بتكون هي اسم عنوان كتاب، هو حطهم بالآخر ايش هي الكتب مين مؤلفها. فهون ببين هو على قديش هو على ساعة اطلاع عالية جدا، وكيف يحط العنوان هذا الكتاب، وكيف من هاي القصة انك انت كيف تقدر شو قصده من هذا، تقدر بالمسها الواحد يستنتجها من قراءة القصة. فهون بيدفع القارئ إنه أنت عشان بدك تفهمها بدك ترد كمان مرة تقرأها عشان تفهمها القصة ككل، يعني هي قراءة واحدة ما بظن بتكفي، ولو إنها يعني إنه على أساس أنت تعرف كيف هو ربط كل هاي الأمور، كيف العناوين كيف يربطها بالمغزى اللي هي بكل فصل من هذه الفصول، برضه اللي هو كيف كمان كان يعني يوثق اللي هو بيحكيه، لما بيجي يحط مثلا انه قدم امتحان للفيزياء يحط مسألة فيزيائية، لما صار في حادثة مثلا اللي مع الخادمة حط كيف الاشي القوانين اللي بتجرب مثل هذا الفعل، اي اشي الكاتبة شو هي مثلا شو المنشور. فهاي كأنه هيك اشياء بيعطي قبل ما يبدأ بالفصل بكتب هاي الاشي، برضو هاي انه بتحس انه فيها نوعا ما من الواقع، يعني فيها أشياء كثيرة. فهي هذه اللي على هذا بقدر أحكيه الآن. أوكي. هي رواية متفوقة فعلاً. شكراً سمر. دانا. هلا في نقاط حكتهم سمر، بس بدي أذكر إنه أنت سألتي شو رأينا في هذا النوع من الأدب. هو كمان مش بس بوليسي أو تشويق، هو اعتمد على مدرسة الإليبو. أنا بصراحة لأنه هو ذاكرها في الرواية، وزائد أنه استغربتها، يعني أول مرة بقرأ رواية فيها تقنيات ممكن تكون أو شكلها الخارجي يمكن وأنت بتقرأ تلاقيها متعبة، بس بنفس الوقت محفزة كثير. أول مرة من أقرأها في روايات عربية. فالكاتب هو مغربي ومتأثر بالثقافة أو الأدب الفرنسي، ومع القراءة عنه شوي وعن التقنيات اللي استخدمها، هو متأثر شوي كمان بمدرسة الإليبو اللي هي أظن اللي أسسها جورج بيريك، وبعدين إيتالو كالبينو مشي فيها برواياته. هي مدرسة بتعتمد على تقنيات الأدبية، بتدمج الأدب بالرياضيات، فبالتالي بتتعامل مع الروايات في بناء هو مش تصاعدي بس هو تركيب زي كيف الشطرنج. هذا أكتر إشي أنا حبيته.
رواية بتتحدى القارئ بأنه يشارك فيها، بتتحدى أنه هو يجمع المعلومات وقديش فيها يعني للي قرأها قدي لاحظ أنه مثلا في قصاصات، في أخبار، في مصادر، في أشياء كثير أدلة بحطها بتخلي الواحد حتى يشك أنه هذه حقيقة هاي لا، يجمع القطعة زي كأنها أحجية ويجمعهم. زائد اللي حكته سمر انه قديش احنا منشارك يعني بطريقه القراءه وبالتشويق فيها. عجبني كمان كثير شفافيه الكاتب او صراحته وبساطته بانه هو يحكي، يدمج حياته ويدمج مشاعره تجاه الروايه وكيف بلش فيها وكيف يئس منها اولها، ومش بس كمقدمه كانت او كتشويق كانت، يعني مش فيك، يعني كان حقيقي، يعني فيها مصداقيه لانه هو انهاها بطريقه هو كان جزء من الشخصيات، تعامل مع نفسه. انا مش هحكي عن النهايه، بس هو تعامل مع نفسه كجزء من الشخصيات او دخلت حياته بحياه الشخصيات. فكان في اوكي، كان في ثلاث خطوط خلينا نقول متوازي من القصص اللي هم دخلهم في بعض، بس بنفس الوقت كان في وجوده، وجود الشخصيات روايته اللي هو تحدث عنهم، وجود الشخصيات اللي في الروايات الأدبية اللي هو استخدمها وأسقط القصص تعون شخصيات روايته عليهم. فهو كأنه تعامل مع ثلاث مستويات، مستوى الحالي، المستوى هو كيف تفكيره، ومستوى شخصياته، ومستوى شخصيات الروايات الأدب العالمي. اللي عجبني كمان فيها استخدامه يعني العنوان الملف 42. هلأ هو ذكر 42 في الرقم اللي كان بالقصاصة الورق اللي كانت مع الأمريكي، نسيت إيش اسمه الأب وقت ما كان بالمغرب الجندي، كانت معاه وكانت جزء من رقم معين، فهو استخدم هذا هو الألفو اللي هم بيستخدموا كتير، مثلاً عناوين أو أرقام أو أحداث معينة بحطوها كأنهم بزرعوا أدلة، يعني هو هيك بهذه الطريقة. بس هو بنفس الوقت استخدم أو استعان ب 41 عمل، إذا منشوف بالفهرس آخر إشي 41 عمل أدبي أو أقل شوي، بس زائد كتابين أو ثلاثة كتب، يعني مثلاً سيكولوجي الإنسان المقهور أو غيره، ف 41 عمل، وهو عمله نفسه هو كان الملف 42. بالتالي هو اتعامل مع ملفه ومع نفسه كواحد من هدول المجموعة الأدبية. هاي يعني أسلوب الرواية كتير كان محفز للتفكير، كتير كان رائع، وبناؤه عميق جدا ومتقن جدا، والحبكة كتير كانت متشابكة. هلأ بعدين بنحكي على بعض النقاط اللي في ناس شافوها يعني تحفزوا عليها، بس أنا في عندي أنا شخصيا يعني أنا بنحاز لإلها شوي لأنه في عندي رد عليها، فمنحكي فيها بعدين. أنا في عندي شوي تحفظة. منحكي فيها بعدين. أكيد. طيب قبل ما ننقل لسعيد، يسلم، شكرا دانا. قبل ما ننقل لسعيد، اللي بقرأ خلينا نحكي لجيوم ميسو، يعني أنا لو مثلا قرأت هاي الرواية، أوكي مع إنه أحداثها بالمغرب واضح إنه حدا مغربي، بس كطريقة تركيب الرواية وتسلسل الأحداث والسسبنس، حتى طريقة وضع العنوان إنه من رواية ومقتطف من أحد الكتب أو من أحد الكتاب أو أي شيء، يعني هاي أسلوب كتير متبع، يعني مثلا روايات غيوم ميسو كلها بتتبع هذا الأسلوب. هلأ عشان بما إنه إحنا فتحنا الموضوع، أنا كنت بدي أجلها شوي، بس مثلا هلأ أوكي حلو اللي عامله، بس أنا حسيت بعد فترة معينة إنه في نوع من الاستعراض الأدبي، استعراض الثقافة. هلأ لحد معين حلو ومقبول إنه الكاتب بيورجي ثقافته ويورجي فهمه للأشياء، بس بعد حد معين بتحس إنه يعني كأنه عم بيورجي حاله إنه أنا قارئ وفاهم وعارف. في ببعض الأشياء جوا الرواية، مش عم بحكي عن العناوين، بس مثلا جوا الرواية في كتير شخصيات أو عن كتب حكى عنها حسيت ما كان إلها داعي، يعني ما بعرف إذا بتتفقوا معاي بهذا الموضوع أو لا، أو يعني إيش لأي مدى الكاتب بقدر إنه يعني مش يعني مش كل ما أحكي كلمة بدي أستشهد بحدا تاني.
تقدري تعطينا أمثلة بس على بعض الأعمال مشكلة، اللي أنا كمان دخل قرأتها فيها زمان كتير فمش ولا مش متذكرة فاكرة؟ كل أوكي أوكي الروايات، بس بتذكر كان كتير يحكي يعني فيها نوع من الاستعراض. حس أنا هيك إحساسي، أنا بحب الرواية ما يكون فيها استشهادات كتير بأعمال فنية تانية، بالذات كأقوال، إنه لحد ما مقبولة، بس بعد يعني إذا زادت عن حدها بحسها شوي ممكن إنه ما بعرف، أنا شخصياً بتضايق منها شوي، ما بعرف، بس هذا رأي شخصي يعني واضح إنه أنتوا لا لاقين إنه كانت بمكانها. سعيد، الله يعطيكم العافية. حقيقة أنه هاي الرواية زي ما حكيت لك في البداية أنها هي روايتين في رواية واحدة، لكن ببحثوا هم واحد. أنا شبهتهم مثل كيف مرات مثلا علماء الآثار أو شيء بيجوا على رقعة معينة ببحثوا عن الآثار التاريخية وما إلى ذلك. الحين الاثنين كان التسليط على المجتمع مثلا في المغرب العربي أو في المغرب يعني تحديدا، أخذ يعني كل واحدة لها منحنى، بس ك يعني في لها بعد تاريخي، بعد تاريخي موجود يعني مش خارج النص، لا موجود. يعني مثلا الأحداث لما بترجعي إلى الأحداث اللي هي الكاتبة أصلاً هي كانت في أمريكا مش في المغرب، اضطرها إنه يعني عقم تفكيرها مش قادرة تعمل إشي جديد لدار النشر، فبابتكار إنه ترجع للمغرب حتى تشوف الدور مثلاً اللي قام فيه أبوها في المغرب أو شغلة زي هيك، فوجدت مشكلة معينة وصارت تبحث. كذلك الشاب اللي عمل مع الخادم وإشي هيك، أمه وجدت له مخرج أنه يطلع للخارج، لكن كانت مصيبته في خروجه، يعني لو ظل عنده وتعاقب على المشكلة داخل المجتمع كان أهون من الثمن اللي دفعه في الخارج. لكن هي بتسلط على واقعنا، على واقع المجتمع المغربي بصورة شاملة في أكثر من جانب، يعني في الجانب السياسي الاجتماعي الاقتصادي. يعني حتى يعني تصوري مثلا اللي هو رشيد او ايش اللي تعاون معها، لما كان انه يشعروا انه العامل في الفندق بيعمل علاقه او بصير صديق للزائره وطردوه لانه بيعتبروا انه بده ينقل صوره سيئه او بده يبتز او تصير انه السائح يشتكي عليه في النهايه. بس هون يعني تسليط على القضايانا، بالعكس احنا مش بدنا ملف 42، بدنا ملف 142 لما يكشف حقيقة الجوانب هاي. يعني انا كثير وانا اقرأ فيها كان يجي على بالي فيلم حين ميسرة، لما سلطوا على مجموعة بشرية وكان فيه تقائي نفس الاشي، ما كان يعني تصوري حتى النهاية كانت في الفيلم انه التقوا كلهم في القطار لكن ولا واحد عرف الثاني، مع أنه كل واحد مشكلة نتيجة يعني علاقة معينة مشتركة. فالمجتمع المغربي والمجتمع العربي هو نفسه بيحكي إحنا مثل أسطورة سيزيف. لسه بدي أحكي عنها. تصوري كيف أنه يعني الإنسان بركض بتعب بيعمل في النهاية النتيجة واحدة. يعني كثير على سعيد أقول... اقرا اللي هو حاطه الجمله، لانه فعلا يعني جمله حلوه كثير. لك المغربي أسوأ حظا من سيزيف، يغني يفني عمره دافعا صخره قهره الى القمه ثم ينتهي به المطاف مسحوقا تحتها. وزي ما قلت هاي الجمله يعني بتقدر تسقطها على كل الشعوب. بالضبط هذا اللي بحكي فيه، يعني تقدر تحكي تشيل المغربي وتحكي العربي مثلا او صح. واحد من دول العالم الثالث صح. نفس الفكره انه الانسان بيعاني منها، فإحنا بحاجة يعني تصوري يعني القضية هاي قضية اللي هي الزيوت وتسمم الزيوت. يعني إحنا صرنا في 2020 لولا باحث ورواية زي هيك إذا كانت حقيقية ما كانت راح ترد ولا تظهر للعلن. يعني فجميل جدا إنه الرواية تبين المآسي اللي بيخفوها علينا. بالعكس في فيلم حين ميسرة آخر الفيلم كاتبين إنه إحنا بنعتذر
ما قدرنا نوصل لكم الصورة كاملة عما يعني يدور في العشوائيات، وهي يمكن ما كملت لنا صورة يعني. فإحنا بدنا لسه ملف 43 45 47 لما نعرف الحقيقة. بالعكس الكاتب أبدع بغض النظر يعني عن كل شيء، كانت رائعة الرواية بكل معناها. وأنا يعني حبيتها وقرأتها فقط في يومين. الله يعطيك العافية. يعني هذا الإشي كنا نتناقش فيه أنا ودانا، وهلأ إذا بتحب دانا تحكي عنه أكتر، عن إنه قديش دور الأدب مهم في حياتنا، وإنه قديش بيسلط الضوء مرات على قضايا منسية. هلأ القضية أوكي انتهت وخلصت، بس هي القضية الفكرة منها إنه أنا ليش برجع بفتحها، إنه أنا أتعلم من التاريخ، إنه ليش أنا دايما أكون الشخص اللي بيتعرض للاستغلال، أو بيتعرض ل إنه الأجنبي ياخد بلده، أو إنه الأجنبي يعطي زيوت مسمومة ويستهتر بحياته. هذا إشي انتهى، بس هذا الإشي هل يعني انتهى بالتسعة وخمسين بوقت ما صارت المشكلة، بس هل هذا معناته إنه مش قابلة لإنها تنعاد، أو إنها تتكرر، إنه يتكرر هذا الحدث؟ يعني مجرد دائما تتكرر. بس إذا ضلينا نكتب، يعني هون بيجي دور الأدب، إذا الواحد بيضل يسلط الضوء على هاي المشاكل، بصير الواحد أوعى إنه كيف يتعامل مع هاي المشاكل، وإنه يقدر يوقف ويقول لأ. ست سلمى، بس في شغلة بدي أحكي لك. إذا استخدمنا الأدب في إظهار الجانب التاريخي، أنا بعتقد إنه شيء جميل. يعني بعطيك مثال، أنا يعني إحنا في تاريخنا العربي قصة كربلاء، أنا قرأتها وحفظتها من أنا عمري 15 سنة، عندما قرأتها اللي هي غادة قريش أو إشي لجورج زيدان قبل يمكن 40 سنة، ظليت حافظها وفاهمها ويعني بتحدثها بطلاقة. فالأدب إذا وجد النص التاريخي ضمن رواية أو إشي، بالعكس بيكون جميل، وأنت يعني بتمكن وبدخل داخل عقلك وما بتنسى. شكرا سعيد. دانا؟ هلأ أنت قلتي سلمى على شغلة استخدامه للروايات أو شخصيات الروايات، إنه كان في مبالغة، أو كان في بعض الاستخدامات كانت يمكن إذا فهمت صح سطحية، أو ما كان فيها عمق كثير، حسيتيها استعراض أدبي. أنا لقيت الرواية هي مبنية أصلاً عشان يحكي على فكرة الأدب، وقديه هو بيعبر عن الحياة، وقديه ترابطه أو تداخله بالحياة. يعني الأمثلة اللي هو عطاها عن طريق شخصياته، مثلاً رشيد إنه طالب شغوف بالدراسة والأدب، وعم بيحاول إنه يكمل دكتوراه، وكان كثير في عراقيل في حياته ما عم تسمح له، أو ما عم بلاقي التسهيلات اللي هي كمل فيها دراسته. أو مثلاً كريستين اللي عملت في طريقة تجارية بحتة، أساس العقد تاعها كان لازم تنتج رواية كل سنة، واكتشافها بعدين ومخاوفها من إنه هي اكتشفت إنه ممكن تدخل في يعني في حياة تانية، أو تغير حياتها، لأنها تكتشف عن أبوها أشياء. بس هي فضلت الأمانة الأدبية على إنه ممكن تتغير نظرتها لأبوها، أو تكتشف أشياء تصدمها. هذه كلها، وغير دار النشر اللي طلعت فترة وطلعت كتاب الأحجية، ديت شو اسمها الرواية، بعدين وقفت دار النشر، تكرت. هاي كلها دلائل على إنه الكاتب عم بيوجه الرواية كلها أساس الداخل فكرة أو قيمة الأدب في حياتنا. وهذا يمكن السؤال اللي طرحناه أنا وياك حكينا فيه قبل، إنه بالذات الأدب الروسي، يعني الأدب الروسي كتير حكى عنه، دائماً الأدب والروايات تطلع من معاناة الإنسان ومن حاجته لأنه يحكي عن مشاكله وعن وجوده، وبالتالي بيعبر عن حياته ومشاكله الحياتية الحقيقية والواقعية عن طريق الأدب. فهو حط الشخصيات تاعته بأنها عم بتعاني، بس عم تستخدم الأدب لأنه مجالات حياتها فيها اهتمام بالأدب والكتابة، فأديهم عم بيساعدهم إنهم يدخلوا بالأعمال الروائية أو بالأدب على أساس ينقذوا أنفسهم، أو قديش قيمة الأدب بالنسبة لإلهم عشان قطوعة حياتهم. فلقيت يعني الرواية كلها بتتمحور
حوالين انه يفرجي قد ايه الادب شيء كثير مهم. وهذا يمكن السؤال اللي سالناه، انه قد ايه احنا نتعامل مع الادب، هل هو شيء خيالي ما نقدر فعليا نستعين فيه في مشاكلنا الحياتيه، مع انه هو طلع من مشاكلنا. انا بالنسبه للمبالغات انا بلاقيها فيها زخم، يعني بقدر اقول انه مش استعراض اكثر من انه زخم بيخدم هدف معين هو بده جوهر او محور الروايه يدور حواليه. يعني ذكر كمان تفاصيل كانت انا لقيتها في محلها، يعني سوري انا ناسي الاسماء، بالقاسم اللي هو مرض اللي هو كان ضحيه السموم، استعان في شخصيه خالد استعان بشخصيه من الادب الروسي حتى يقدر يتحمل العزله اللي كان فيها. وكان في كثير ترابط وتداخل بين شخصيته والشخصيه الروايه. سيزيفي المغربي محاولاته، يعني هاي اسقاط على واقع حقيقي ما نقدر نفصل عن الواقع، فكتير لقيت في عمق وترابط او يعني في حبكه مربوطه مزبوط، وفعلا في معلومات، يعني في فهم لشخصيات الروايات الادبيه لدرجه انه قادر انه يربطها في واقع بيشبه واقعها. هلا في بعض الملاحظات مثلا هي غريبه، يعني انه احنا كيف احنا دائما نفصل بين الادب والحياه، زي المصادفات، يعني نقطه المصادفات كان في عليها علامه استفهام او عليها تحفظ، انه كان في مصادفات ما لها داعي او كانت غريبه كثير، بس يحق لدرجه انه هو يحق للروائي ما لا يحق لغيره. بالضبط. بس ايش يعني اذا بدنا نسقطها فعلا، اذا بدنا نتعامل مثل ما هو عم بيتعامل مع الروايه، هو اول إشي حذر قال انه هاي الجمله اللي بذكروها الرواه ويقولوا انه اي تشابه بالاسماء هو محض صدفه، هو قال لا مش هيك، هو فعلا في ناس بكونوا حياتهم متشابهه، فزي كانه اعطى الرساله حتى ما حدا يحكي انه في مصادفات. ذكرني بقصه صارت، بدي احكيها بس هيك دقيقه، قصه كثير غريبه. يعني في وحده بعرفها راحت، هي محاميه وراحت على امريكا، قعدت عند اصدقاء لها هناك، هي من هون من الأردن، وهي راجعة طلبوا لها تاكسي عشان يوديها على المطار لما رجعت، راحت تحضر مؤتمر وهي راجعة على الأردن، طلبت تاكسي أخذت تاكسي وهي راجعة عم تحكي تليفون بالعربي، فهو سمعها فبقول لها أنت من وين، فبتقولها من الأردن، بقولها وأنا أردني، فبتحكي له أنه هي محامية، بقولها أنا بعرف محامي أستاذ هو دربني وكثير ما بنسى له فضله وكذا، قال اسمه طلع أبوها. إيش الصدف؟ يعني إيش الصدف؟ يعني أنا لو مكانها أنا بقولها طب أنت خلص هيك تركتي ورحتي، يعني معقول القدر يجمعكم، ما بعرف وين كانت، نيويورك أو غيره، بس القدر جمعكم بهاي الطريقة وبهاي المصادفة وطلع بيعرف أبوك، أكيد في رسالة لازم تخلص، يعني لازم تستمري بأنك تعرفي ليش. هلا أنت لو كنتي من جماعة كامو بتعرف إنه ممكن يكون عبثي. بالضبط. احنا ممكن نفسرها هيك، ممكن نفسرها هيك، بس انا القصد انه احنا بحياتنا بتصير معنا مصادفات بس بنقبلها لانه في واقعنا، بالروايات ما بنسمح فيها او ما بنتعاطف او بنفهم المصادفات، بنصير نقول هاي خلل في الروايه ما بنتقبلها، بس بالحياه بنتقبل المصادفات وبنحبها وبنحب نسميها انها رسائل، رسائل ربانيه او ساينز او اشارات. فدائما الادب يعامل بطريقه، هو يمكن هذا سحره، هذا اللي بيخلينا انه لازم نلجأ له باللحظات الصعبه، لانه هو فعليا عم بيجي من الواقع حتى لو مش واقعنا، فبعطينا التفهم، بعطينا الصبر، بعطينا الخيال والاحتمالات اللي اكبر منا او اكبر من مأزقنا الحالي. يعني بس انا هذا رايي يعني بتوقع المصادفات اذا ما كانت بتستخف بعقل القارئ مسموحه، المهم عن جد يعني تكون محطوطه بطريقه اوكي صدفه صدفه، بس ما تستغبي القارئ، ما تستغبي فعلا القارئ. مش ما إلها يعني ما إلها داعي تماما. هون بيجي دور الكاتب بانه هو دائما يزرع ادله او يزرع احداث تترابط مع الوقت بروايته، على اساس لما تصير المصادفه تكون بشكل مقبول بالنسبه للقارئ، ما تكون فجاه ومش بشكل منطقي، مع انها مش منطقيه بس ضروري انه يكون في تشابك للاحداث الصغيره بشكل منطقي حتى تطلع. هلا انا اللي عجبني بالروايه كمان انه هي فعلا
أسلوب جديد علينا، يعني قليل كثير الروايات اللي بنفس الأسلوب نفس التقنيات ترجمت، لأنها أسلوبها صعب كثير للترجمة، يعني ممكن تفهم بالنسبة للمترجم، بس كتقنيات إنها تترجم بهاي الطريقة بنفس الطريقة كثير صعب. قليل كثير الكتاب اللي قدروا يعملوا أو يتبعوا هذا المنهج، فهو لسه أوروبي أو فرنسي. فحلو إنه في واحد عربي، ربيع جابر مثلا، ربيع جابر استخدمها في إيش اسم الهوليداي إن، طيور الهوليداي إن، في له رواية استخدم فيها هاي التقنيات وأتقنها. أوكي. أنا فعلاً عجبني إنه باللغة العربية، يعني عجبني إنه هو دخل هذا الأدب لأدبنا العربي. أنا عبد المجيد صباطة حاسسته يعني ماشي على خطى ربيع جابر أصلاً، وخطر في بالي شغلة إنه هل تعتقدوا للي قرأوا الكتاب إنه ممكن يوصل للعالمية؟ يعني الستايل اللي مكتوب فيه إنه عالمي، يعني ممكن أنا بتنبأ له يعني عن جد أنا بتنبأ له بمستقبل بهاي الطريقة، لأنه ذكي جداً ومثقف جداً وثقافته مختلفة، مش عم بكرر يعني مش عم بكرر أشياء كتير. لا، في عمق بالرواية، يعني رواية مش تافهة، يعني حتى لو إنها ساسبنس بس مش ساسبنس تافه، يعني طارح كتير مواضيع بتفتح أبواب على القارئ. بالضبط. شكرا دانا. شوف حلا، مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا أهلا. هو أنا يعني ضايلي كم صفحة بالرواية وما لحقت أفكر فيها، فححكي رأيي بشكل عام، إنه بدي أجاوب على سؤالك سلمى الأخير، إنه أنا كتير شايفة إنه الرواية مناسبة للعالمية وإنها تترجم. الكاتب كتير عجبني أسلوبه، الرواية كتير رائعة، الرواية صعبة، من الرواية من شكل الروايات اللي مو أي حدا بيقدر يكتبها، كتير صعب الرواية. أسلوبه السردي كتير مشوق، لغته كتير ناجحة، وأنا على فكرة قريت غيرها من الروايات تاعت القائمة القصيرة للبوكر، وكتير كنت وكتير شفت فيها مشاكل لغوية على فكرة. هاي الرواية لغتها كتير ممتازة، السرد في تشويق، تسلسل الأحداث كتير منطقي بالنسبة إلي، كان في أشياء في صدف بس حسيتها مقبولة بالنسبة للرواية. الرواية محتاجة خيال، محتاجة ثقافة تاريخية، محتاجة اطلاع واسع، محتاجة قدرة على السرد، ومحتاجة قدرات لغوية، محتاجة كتير أشياء تميز فيها الكاتب برأيي، فهي كتير تستحق إنها تكون في القائمة القصيرة للبوكر، وبتستحق كمان إنها تكون صراحة إنها تروح للعالمية. كتير عجبتني، حسيته كتير الكاتب مميز، مو أي حدا بيقدر يكتب هيك رواية. بالنسبة إلي أنا كحدا رغم إني حدا بقرأ كتير، لكن بحب الرواية اللي بتقدم لي إشي جديد، قدمت لي ثقافياً إشي جديد، معلومات جديدة، أسلوب جديد بالنسبة للكتاب العرب، قدمت لي أشياء أنا ما كنت بعرفها قبل. مثلا أنا أول مرة أعرف عن قصة الزيوت السامة، وكتير أمور مثلا عكست أشياء بتصير في المجتمع المغربي، ومعاناة عند المجتمع المغربي بتشبه معاناة كتير دول تانية عربية. حبيت رواية رائعة جدا صراحة، اختيار لغتها حلوة كتير. لغتها حلوة كتير، صحيح. شكراً على اختيار سلمى، يعني أنا في هاي الفترة في حياتي صعب أقرأ رواية 420 صفحة، بس خلتيني أقرأها يعني. هي زي ما قال سعيد، يعني بمجرد ما بديتي فيها لأنها كتير مشوقة بتصيري بدك تمشي، وسلس السرد حتى سلس، مع أنه فيه نوع من التعقيد والتركيب تبعه مش سهل كتير، بس مع ذلك ما بتحسي حالك ضايعة، ما بتحسي حالك فقدتي الخيط، يعني فعلا انه اوكي مع انه فيها 100 خط بس بخليك تمسكيهم كلهم بوقت واحد. وعلى فكره هذا إشي كتير صعب انه يقدر الكاتب يعمله. انا الكاتب كتير 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 خرافي صراحه، انا كتير فعلا فعلا حسيت قديش هو متمكن، يعني عمره لسه 32، فيعني شوفي هذا بعد كمان 10 15 سنه ايش بده يعمل. بالظبط. على فكره المشكله انه انا كل ما احس حالي جاهزه اكتب الروايه اللي براسي، باجي بقرا هيك روايه وبكتشف حالي انه لا 100% خبز. بس الحلو في الموضوع انا اليوم عم بقرا انه كيف اجته فكره هاي الروايه، هاي الروايه هو كانه مخلصها
2020 أو 2021 يعني المهم يعني، بس بدأ بكتابتها والفكرة بدت معه من 2017، فيعني قعد 3 سنين وهو بفكر فيها. فما بعرف ناخد دانا ومش عارفة مين جالكسي اس 8، مع أنه أنا حابة أبدأ في موضوع أنه الكتابة لأنه هاي نقطة مهمة وهو كتير ركز فيها، راح أحكي عشان يعني نجمع كل الموضوع مع بعض. لما حكى عن كريستين وكيف هي ملتزمة بعقد الكتابة مع الناشر، كيف كانت أول رواية لإلها كتبتها برواقة وبناء على تجربة شخصية طلعت بيست سيلر، لكن لما أجبروها أنه كل سنة تقدم رواية جديدة صارت تقدم مستوى متواضع حتى لو كان يبيع، لأنه صار البيع بناء على اسمها، بس القيمة المقدمة كانت يعني متواضعة جداً ويعني مش كتير إلها قيمة، لأنه أنت عم تجبر حالك إجبار إنك تلاقي فكرة، يعني تجبر حالك إنك يكون عندك إلهام حتى لو ما عندك إلهام. والنقطة الثانية بنفس السياق، لأنه هو عم بيحكي عن القصتين، لما عم بيحكي عن رشيد بن ناصر وهو عم بيراسل عشان يناقش الأحجية المغربية بده يبني رسالة الدكتوراه عليها، كيف كان الرد تبع الدكتور تبعه أنه لا هاي رواية بوليسية ويعني ما إلها وكاتب مغمور وما إلها داعي، وأنا بقترح عليك أنه تناقش لرواية لهذا الشخص، وكيف كان رد المترجم الفرنسي. فهون حكى جملة كتير حلوة أنه حتى في العالم الأدب، في عالم الأدب أنه في مجاملات أدبية، إنه لأنه هذا الكاتب ممكن يكون صاحبي أو ممكن يكون أنا حدا بعرفه، فأنا بصير أعطي لأعماله قيمة أكبر من قيمتها. فهون موضوع النشر أنا حسيته كتير مهم، ويمكن عن جد مش موضوع سهل إنه أنا كل سنة بدي أكتب رواية، إيش أثرها على الأدب عموما، إذا الواحد عن جد حس إنه لازم يكتب أو إنه يقدم عمل حتى لو ما كان بوقته. والشغلة الثانية إنه في ناس عم تاخد سمعة أدبية إنهم كتاب فظيعين وهم يمكن ما بيسووا، أو مش بدناش نحكي ما بيسووا، ما أكيد لا، بس إنه مش هالإشي الفظيع، أو ممكن قدموا عمل حلو بس بالآخر بدوا يقدموا أعمال متواضعة. فهذا الموضوع أنا حسيته هو كتير ركز فيه، وأظن إنه موضوع يستاهل النقاش. دانا، أنا بس بدي أحكي نقطة صغيرة بس إكمال على نقطة حلا عن اللغة، يعني ما بدي أقطع عليك المحاور الثانية، إنه النوعية الروايات هاي اللي فيها تشابك كتير وفيها تعقيد وفيها حبكة وتشويق ما تتحمل لغة شعرية أو ما تتحمل لغة فيها فزلك، يعني لغة قوية جداً جداً ولا غلطة في الكتابة، وبنفس الوقت بسيطة، يعني جمع بين البساطة والأصالة اللغة، وما حمل الرواية عبء إضافي على إنه إحنا نقعد ندخل بتعقيدات اللغة وبشعريتها، لا، كنا نشعر بكل مشاعر الحزن والغضب والقهر والسعادة والتشويق بدون ما يلعب على اللغة، هو كان يوصل الرسائل، يعني كان يوصل الأحداث بمنتهى البساطة بس بمنتهى التحكم في اللغة والتمكن. فبس هاي نقطة اللغة، يعني إنه صح دانا من قراءات. وعلى فكرة رغم هيك كان في مجموعة اقتباسات حسيتها كتير عميقة، يعني طبعا. قدر رغم إنه اللغة مو شعرية بس قدر إنه يكون فيها اقتباسات تاخذك لبعيد، يعني هاي البساطة هي البساطة، السر في البساطة. صحيح. وأنت حكيتي على، يعني أنا كمان قرأت بعض الروايات في القائمة القصيرة أو روايات ثانية هي خارج القائمة القصيرة تشبه شوي، يعني في لمحة من الطابع البوليسي بس كان في اعتماد على اللغة لإثراء النص، بهدف إثراء النص، ما بتحمل، يعني البوليسي ما بتحمل لغة شعرية أو لغة عميقة جدا أو معقدة جدا، ممكن لغة غير، يعني إذا بتلاحظوا المغاربة بيستخدموا بعض الكلمات في اللغة العربية، هي لغة عربية فصحى صحيحة بس لا تستخدم دائما، يمكن عند الشوام أو اللبنانية أو إحنا ما بنستخدمها في رواياتنا، بس هما بيستخدموها بس هي مفهومة، هذه اللي كانت شوي يمكن غريبة علي بعضها، يعني كيف طريقة التعبير بس أنا يعني حتى باللغة يعني حتى باللغة برضو في استعراض، في بتلاقي كتاب عندهم استعراض، في استعراض لغوي وأنا بقى بحسه إنه بيثري اللغة، إنه الشعر إله شعر، بدك تكتب شعر، ما بيثري ديوان شعر، القصة القصيرة تحتمل بس الرواية لا تحتمل، مش أي رواية معقد،
مش أي رواية، يعني هذا النوع من الروايات هو أصلاً معقد، فالعقل ما بتحمل إنه يقعد يدخل في تعقيدات اللغة حتى على جماليتها، بس مرات الجمال الزيادة يخرب. صح، يعني أنا بحسه زي البيت اللي حاطط فيه عفش حلو كتير والبيت حلو كتير، وبعدين حاطط فيه زخارف كتير زيادة وتحف وتعجق الدنيا. صحيح. لا يحتمل. أوكي، شكرا دانا. مين جالكسي اس 8؟ أنا رنا ملحس، مش عارفة ليش طالع اسم جالكسي. مش مشكلة رنا، تفضلي. مساء الخير أول إشي. أهلا أهلا فيكي. حبيت بس أضيف على كل كلامكم حقيقة عن الزيوت المغربية، هذه حقيقة حصلت وتسمم حوالي 3000 واحد، بس من شطارة الكاتب، يعني أبوها للأمريكانية ما إله دخل فيها. إذا بتحب أقرأ لك على السريع من مصدر أعطيكم إياه، هن لما ترك الجيش الأمريكي ترك الزيوت وطلع مغادر المغرب، اللي هن نفسهم المغاربة اللي أخذوه التجار، وكان محطوط يعني بأراضي حكومية، وأخذوه خلطوه بالزيت وتسبب 3000 مريض لأهل المنطقة نفسها المذكورة بالكتاب. بس من شطارة الكاتب إنه باني الحبكة على أحداث جدا حقيقية حصلت سواء بروسيا أو بالمغرب، وعامل حبكة جدا قوية تربط هاي الأحداث. وعجبني كمان في انه واصف امريكا وواصف وصف حقيقي لامريكا ولروسيا، مثلا حكي عن امريكا انه الناس بسيطه بس البلد جدا معقده، وهي حقيقه يعني. وواصف كمان القوات الامن الروسيه وباخطائها وعيوبها عن طريق صديقته الروسيه اللي راح معها ثياتر، يعني ذاكر حقائق واقعية بنفس قصته، وقليلا نلاقي بروايات إنه يذكر حقائق. وكتر ثقته بنفسه الكاتب حاطط كوت أو يعني مقالات لكتاب تانيين جدا مؤثرة فيه حاطتها بقصته. هذا نوع من الثقة بالنفس، لما كاتب بحط لغيره عبارة صغيرة، هاي نوع من الثقة بالنفس. وفعلا القصة جدا حلوة وممتعة ومشوقة، يعني أنا ما في اعتراض على إشي، يعطيكم العافية. شكرا شكرا رنا. ناخذ رندا. يسعد مساكم جميعا. أهلا. بالنسبة للرواية أكيد أنا متفقة معاكم، الرواية كتير رائعة ومشوقة وبنفس الوقت مرهقة. يعني هيك بتحتاج ل يعني كتير تركيز وربط بين الشخصيات والأحداث، يعني حتى اليوم أنا أنهيتها بسرعة عشان أشارك بالمناقشة، بس زي ما حكيت سمر إنه لازم الواحد يرجع يقرأها لأنه بيحس حاله شوي ضايع وبده يربط شوي الأمور بين بعض. بس حابة إنه أحكي في شوية أمور. في البداية سألت سلمى إذا في روايات تانية بنفس التشويق لروائيين عرب. يبدو إنه في اتجاه حالياً لروايات التشويق والإثارة، لأنه كان في رواية لكاتب كويتي لعبد الله البصيص، حتى هي كانت في القائمة الطويلة للبوكر لكن إنها ما ترشحت للقائمة القصيرة. أيضاً كانت رواية تشويق وإثارة مثل هاي الرواية. فيبدو إنه في اتجاه حالياً في العالم العربي لكتابة روايات فيها إثارة، جريمة مثلاً، تحقيق وهيك، فكانت رواية مشابهة نوعاً ما. في كمان بالنسبة لل اتفقت أنا كمان مع سلمى في رأي آخر اللي هو موضوع الزخم في موضوع الروايات والاقتباسات، ويعني هو كان جميل نوعا ما بس بنفس الوقت يعني كان مرهق إلنا، لأنه في النهاية أنا مثلا ما قرأت كل هاي الروايات، فكان صعب دائما يعني أفهم شعور الكاتب، أفهم فكرته، لأنه أنا ما قرأت هاي الرواية أو فحسيت الموضوع كان فيه زيادة نوعا ما. وكمان صرت أحس إنه في اتجاه حاليا لمعظم الكتاب موضوع إنه إقحام الروايات في الكتابة، أو إنه لازم الكاتب يكون قارئ أو مثقف. ما بعرف هل هو موضوع جذب أكثر للقراء أو هي يعني خلص صارت، يعني ما بعرف أنا، لأنه بالفترة الأخيرة كتير قرأت روايات من هذا النوع، حتى يعني صرت أحس بنوع من الملل إنه ليه لازم كل رواية يصير فيها
يعني أنا بدي أشوف يعني حتى لو هو اكتفى بموضوع الأحجية المغربية وموضوع التسميم كان بكفي، بس ليش لازم يكون هذا مثلا موضوع القراءة والكتب دائما صارت تدخل في موضوع الكتب والروايات؟ ما بعرف يعني أنا صرت أحس إنه في كتير صار روايات متشابهة في هذا المجال. أنا بحس فيه نوع شوية من الاستعراض إلى حد ما. يعني هلا هو الكاتب ها عبد المجيد يعني صراحة بيطلع له إنه يستعرض، إحنا ما عم نحكي، بس هو فعلا أنا مرات بحس إنه في مبالغة في الموضوع. يعني لو ضلوا على كم من شغلة كان ممكن تمرق، بس هلا يعني سبحان الله كل الشعب المغربي بيقرأ ولا كل الشخصيات تبعته بتقرأ، يعني هاي بتحسيها إنه ما هو إحنا عارفين إنه الشعب مش كله مثقف، يعني فكلهم بيستشهدوا بكتب مش منطقية شوي. هو صحيح يعني واضح إنه ثقافته واسعة وقارئ كتير يعني خاصة بالأدب الروسي والغربي، بس كان أنا حسيت الموضوع زيادة. كمان أنا يمكن لأني قرأت مثلا بثينة العيسى حارس سطح العالم، دفاتر الوراق، يعني صاروا يستشهدوا كتير بروايات داخل الرواية نفسها يعني، فصار ما بعرف يعني صار كتير الموضوع مكرر، وأنا يمكن صراحة هيك صرت أحس بملل من هذا الموضوع، يعني يمكن لأنه مرق علي في روايات تانية. اللغة كانت فعلا زي ما حكيت واضحة جدا وبسيطة، وخاصة أنه يعني رواية إثارة وجريمة وتشويق يفضل أنها تكون اللغة بسيطة، لأنه إحنا يعني يدوب نركز في الأحداث ونكتشف اللغز وهيك بهاي الأمور. كان عندي كمان تحفظ على الصدف الغريبة اللي صارت، بس الحلو أنه في الرواية نفسها بصفحة 164 كأنه الكاتب بيرد علينا بهذا الموضوع. ما بعرف إذا انتبهتوا لهاي الفقرة، ممكن أقرأها؟ طبعا تفضلي. لما بتستغرب الكاتبة من أول مرة بتقرأ اسم أبوها في أحجية مغربية، فهي بتحكي لرشيد أظن اسمه، بتحكي له صدفة غير قابلة للتصديق، لن تجدها سوى في الروايات أليس كذلك؟ فهو برد عليها: عندما يقودك القدر إلى حيث يريد هو، تدرك أن بعض الممتعضين من وجود الصدف اللي مثلنا يعني في الحبكات الروائية لم يخبروا الحياة جيداً، ما دامت قادرة على إدهاشنا باستمرار وبمفاجآت أكثر غرابة، المهم أنني تركت الدهشة جانبا وفكرت فيما ستحمله المعلومة من جديد لروايتك وأطروحتي. فهي كانت لفتة من الكاتب عم بيرد علينا، يعني إذا أنتم استغربتوا من هاي الصدف فلا، أنتم لم تخبروا الحياة جيدة، أنه هاي الصدف نعم. موجودة في الروايات. فقط حبيت أعلق على هاي الأمور ويعطيكم ألف عافية. شكرا شكرا لك رندا. سمار، احنا على فكره لهلا لسه ما حكيناش باحداث الروايه بس واضح انه يعني كلنا عارفينها. الشخصيات على اساس انه ذكر اسماء روايات كثيره، اللي هو اختار شخصيات كلها يعني كاتبه وشيء اللي باحث، فهم طبيعي يعني انهم يذكروا يستشهدوا بروايات اللي بيقراوها. كل هذا الشخص القصه او روايه كلهم فئات هي عم تشتغل بالكتابه، كلهم ما فيش يعني حتى في ناشر، وحتى اللي مع كريستين براندون هو برضو وكيل أدبي، فهو يعني أنا عشان هيك ما شعرت إنه في كتير استعراض، لأنه هم كلهم هاي البيئة كلها عم تقرأ وعم تكتب وعم بتقارن. حتى لما راح على روسيا برضو اللي كان الشاب اللي معاه بالسكن نفس الشيء برضو قارئ، والبنت كمان اللي أولغا، فهو حتى هو وضح إنه الشعب الروسي قارئ وبيهتم بالثقافة وبالمسرح وبالفنون. فهي هو الشخصيات اللي اختارها والجو العام للرواية كلها بتحتاج كان إنه ذكر إلى مثل هاي الأسماء الروايات. يعني هو مع إنه الواحد فينا طبعا يعني أنا بالنسبة لي شوي يعني أنا عادة أقرأ وأقارن يعني متعب شوي، بس هو طبيعة الرواية والأجواء الرواية بتحتم على الكاتب إنه يذكر، لأنه هم هذا المجتمع هو هيك. فهي ما شعرت فيها شوية إنه فيها استعراض. لفي مرة هيك سمعت يعني إنه هو بيقول إنه هو ذكر حكى عن نفسه، فبيقولوا في يعني إنه مش مفضل إنه يشرح نفسه ويحكي عن حاله بالرواية، إنه هو حلو يكون الكاتب أو المؤلف شخصية مجهولة للقارئ ويبحث عنه. بس يعني لقيتها برضو يعني هاي فكرة جديدة، فهي هاي بس هي بالملاحظة. يعني هو حتى أنا ذكرت إنه هي أسماء الجمل اللي كان يحطها أسماء أو عناوين الفصول من أسماء الكتب،
فهو أظن يعني هو يمكن اضطر هيك يحط هاي الأسماء، لأن هو هيك جو العام كله، حتى لما وصل لقضية الزيوت المسمومة هي عن طريق الأبحاث وعن طريق الروايات والكتب. أوكي شكرا سمر. دانا بدي أحكي بس على نقطة ال عارفش أسميه ترند ولا إيش أسميها، إنه بفترة من الفترات بتلاقي أكثر الكتاب بيروحوا لأسلوب متشابه، يعني بصير في تشابه بالأسلوب والطريقة، فاستخدام الشخصيات روايات عالمية أنا بلاقيه هو سلاح ذو حدين، يعني بيكشف الشخص المتعمق فعلاً والمثقف فعلاً، وبيكشف الشخص اللي عم بيستعرض بس ما دخلش بعمق الشخصيات وما قدر يربط بين شخصيات روايتهم بالضبط. ويمكن لما يكون في بنفس الفترة يعني أصدر أكثر من رواية نقدر هون نفلتر مين الأشخاص اللي بيستخدموا أسماء روايات وبربطوها بأحداث رواياتهم بشكل سطحي أو من يعني خارجيا، وبين اللي بتعمقوا فيها وبيقدروا يلاقوا نقاط تشابك بينها وبين شخصيات روايات، يعني بتخدم روايات روايتهم، مش بس بيكون في زخم بس سطحي. فأنا بلاقيها سلاح ذو حدين، في ناس يمكن ما بيحبوها، بس أنا مثلا شخصيا أنا بحب الروايات أو الكتب اللي بس أخلصها بحس إني لازم أقرأ 10 كتب عشان، يعني بتدفعني أقرأ أكتر وبتحسسني قديش أنا في أشياء ناقصني، فبروح بقرأ يعني أنا سجلتهم كلهم أشوف شو اللي قرأت. خلصت الرواية رجعت قرأت لعب الشطرنج لأني ما كنت قرأتها من قبل وفزتني كتير. بالضبط، وبتصير تربطي وتقدري تعملي هذا التناص اللي هو يعني كيف تربطي بين تعملي علاقة بين شخصية روائية وبين شخصية تانية أو بين موضوعين كاتبين مختلفين اتناولوه بأكتر من شكل، فهذا أنا بلاقيه بيثري حتى ملكة القراءة أكتر، وهون بتيجي مشاركة القارئ للروايات لأنه بعطيه مواد أو بعطيه أدوات إنه يستخدمها بعد ما يخلص من روايته، وبعطيه بيفتح لإله بواب إنه يقدر يروح لإلها ويتثقف أكثر أو يقرأ أكثر، وما يكتفي بس إنه خلص الرواية ونسيها. فالأحداث الواقعية اللي هو بيعالجها، هو قال مرة إنه أنا هاي الحادثة اللي كتموا عليها بالأخبار وما ذكروها ما أعطوها حقها، حبيت إني أنا أفتح يعني أفتح المجال كمان مرة إنه نستعرضها، بس شوفي قدي يعني كيف عالجها بأسلوب مختلف تماما، وقدي إحنا هلأ إلنا قديش ساعة عم نحكي بس على تقنيات الأدوات اللي عم نستخدمها، لأنه فعلا هي بتثقل من مهارة القارئ في القراءة، فهو بتحدى ليرفع مستوى القارئ ويغريه أكثر في إنه مش بس روايتي حتفتح لك أبواب ثانية لروايات ثانية. هذا أنا شخصيا، يعني في ناس بلاقوا مثلا إنه لا كتير عبء أو كانت متعبة، ومن حقهم إذا ما كان كتير متعمق فعلا فيها. لا يعني دانا أنا معظم الكتب اللي هو ذاكرها أنا قارئتها، بس مع ذلك حسيت فيها مبالغة شوي، يعني بديش أحكي إنه ممكن. إنه مش لا يعني هي حلوة ومقبولة، بالعكس أنا بحب أقرأ الروايات اللي فيها إشارات لروايات تانية، بس مرات بحس المواضيع بتطلع شوي عن حدها، زي اللي ذكرتها مثلا رندا حارس سطح العالم، يعني كمان كتير مغرقة في الاستعراض، وانه انا قارئة كل هاي الروايات، ولما بتحط الديتيلز الصغيرة عشان انه انا قارئ هاي الروايات، طيب ما انا بروح بقرأ الرواية وخلص، او اعطيني اكتب لي صفحة بقائمة الروايات المفضلة عندك وبروح بقرأها. مظبوط. طب احنا خلينا نحكي شوي بالرواية، بما انه احنا ما حكينا عن الاحداث هلأ، في زي ما حكينا هم خطين متوازيين، اظن احنا حكينا اكتر بقصة كريستين ورشيد، بس ما حكينا مثلا بقصة زهير بالقاسم اللي هو كان مراهق شاب، وهذا المراهق من وحيد اهله، ابوه طبيب وواضح انه له علاقات نسائية كتيرة ومش سائل، وامه محامية وواضح انه لها تطلعات سياسية، وبالتالي هم التنين مش فاضيين لابنهم، فحتى التسلسل اللي بيورجينا اياه انه كيف هو كان شاب متفوق وكسبره في العرب، انه هو كمان كتير شاطر بالشطرنج، وبعدين كيف بيبدا الانحدار، انه مشكله ورا الثانيه، خناقه بلا بلا بلا، لحد ما انه هذا الولد يعني بما معناه انه بيفشل بحياته، بيرسب، بينطرد من المدرسه وكل هاي القصص،
وبعدين بيورجونا انه هذا الشاب، وطبعا نتيجة لا يمكن الدلال الزايد او الاهمال او كل هاي القصص بيغتصب الشغالة. وبناء على هاي الحادثة امه طبعا لانها واصلة ولانه لها علاقاتها بتخفي الموضوع وخلص، يعني كأنه هو ما عمل إشي، فبتحميه أو بتطلعه على قولة المصريين زي الشعرة من العقيم. وعشان تبعده من البلد بتروح بتوديه على روسيا يدرس طب، وهون بتبدأ قصته. ما بدنا نحكي بالتفاصيل الصغيرة وكيف تعرف على أولغا وهيك، لكن هون بنوصل لحادثة المسرح اللي الشيشان، جماعة إرهابية شيشانية بيدخلوا المسرح. وانا كثير اكتئبت لما قرات هذا هذا هاي الجزئيه، لانه تذكرتها وقلت مش هاي صارت قبل كم من سنه، بعدين بطلع لقيتها بال2001 ولا 2002، فاكتشفت انه هرمنا وانه انا لسه يعني متذكرتها كانها امبارح هاي الحادثه. وكيف بعدين بيورجينا انه كان من ضمن المحتجزين في هذا المسرح، هاي الحادثه طبعا صارت. وبعدين انه طبعا لما الجيش الروسي بيطلعهم وما حدا بيصير له شيء، يعني يمكن بتصير كم من اصابه وكم من حاله وفاه هو، لانه ما، وهون هيك يعني اشاره انه تقصير دور سفاراتنا بانها تحمينا وقديش احنا كافراد مهمين. فهو لانه سفاره بلاده ما سالت فيه فاعتبروا انه ما حدا سأل فيه، فاستعملوا كبش فدا واعتقلوا وحطوا انه هم اعتقلوا اللي هو كان مجرم يقتل قاتل متسلسل بالحديقة، وراحوا نفوا على سيبيريا. وهون كمان العقلية، ما بعرف هي العقلية المغربية والعقلية العربية عموما، انه هو ربطها مباشرة انه هذا جزاؤه على الذنب اللي اقترفه. وهون بنرجع لنحكي لو انه احنا لو كاتب غربي، لو كامو مثلا، كان قال لك هاي صدفه شيء عبثي، بس هو احنا هون دائما بسبب ثقافتنا دائما بنربط ما هو انا لاني عملت هاي الشغله انا ربنا عماله بيعاقبني، وهذا الذنب اللي انا عم بتحاسب عليه هلا. ف خلينا يعني هيك حكينا تقريبا قصته لزهير، فخلينا نشوف ايش حابين تحكوا عن القصه. حلا، شوفي هو مش شرط من منطلق يكون ايمان او دين، ايماني او ديني، انه لا مجتمعي ولا حتى منطلق مجتمعي، هو في ممكن منطلق الكارما، والكارما حتى الاجانب بيأمنوا فيها وحتى الكتاب العالميين كتبوا فيها. ف وفي ممكن يكون انا مآمنه انه في، انا بآمن في الكارما كثير، وبآمن انه مو شرط انه نتيجه اعمالنا تكون مباشره، مرات فعلا انه النتيجة بتظهر بنكون عاملين إشي تاني ما إله دخل في الموضوع، بس النتيجة بتكون بسبب إشي عملناه إحنا ممكن قبل 10 سنين. حتى نتيجة الأشياء الكويسة ممكن إحنا نلاقي حالنا في ورطة، لكن ربنا ينشلنا لأنه عملنا إشي كويس قبل 20 سنة مثلا، أو إنه فمو دائما النتائج بتيجي في وقت الحدث، ممكن إنها تكون مؤجلة لبعدين. وهون حكت الكاتبة شغلة بدي أقرأها بعد إذنك. هو actually هي أخذ اقتباس بتحكي فيه، هي القصة نفسها التي تتكرر دائما، ذلك الشخص الذي لم يسمعه أحد ولم يعره أي أحد أي اهتمام فيعاقب الجميع بإجبارهم على متابعة ما يمكنه فعله. هي فعليا هاي بدت فيها القصة لما حكت عن الشغالة، هي فعليا اللي هي الغالية، هي فعليا هي ما عملت إشي الغالية، هي لحالها الكارما تاعتها تحركت. وفي كمان نقطة لما كان هو في المسرح وقعد يطلع إنه أنا شو دخلني، شو جابني هون، حكى فيها معركة طاحنة مع الروس، ولكن ما شأني أنا، ما ذنبي أنا، ولماذا سأدفع حياتي ثمن حرب لا علاقة لي بها؟ أسئلة ملحة راودتني، لكن صوتا خفيا في أعماقي أجبرني على دفعها بسرعة وبسؤال مضاد واحد: أوليست مشكلة الحياة الكبرى أننا لا ندفع ثمن ما ارتكبناه من أخطاء إلا في الوقت غير المناسب؟ ففعليا هو الطريقه اللي فكر فيها هو فعليا انا بآمن انه فعلا هذا الاشي بيصير، انه هو دفع هلا في هذا الموقف ثمن خطا هو عمله من قبل، ما مو متخيل قد ايه كانت نتيجته صعبه على هاي البنت اللي ظلموها. وبعدين عرفنا شو امه شو عملت معها وكيف انظلمت وكيف البنت راحت على المخفر
وإجا الأب وأخذها وما صدق بنته وأخذ فلوس وكل هاي القصص اللي بعدين صارت. بدي أسأل سؤال، هل الـ يعني بدي أقتبس أنا وهو يقتبس لحاله ما بفهم، الجريمة والعقاب، هل كانت الجريمة على، هل كان العقاب على قدر الجريمة؟ جريمته فادحة ما اختلفناش، بس هو راح يعترف بخطأه، يعني هو ما كان بده يتملص من الجريمة تبعته، هو راح حكى مش حكى للحارس وبعدين حكى لأمه، هو بده يعترف بغلطه، يعني هو ما يعترف بغلطه وبده يتعاقب عليه. فهل الغلطة هاي اللي عملها كانت بتستاهل إنه يروح من عمره 20 سنة وكل هذا الإشي؟ يعني ما بعرف هل هلا لا مو شرط إنك مو شرط هلا مو دائما بيكون العقاب على قد الجريمة، مرات بيكون كتير أكبر، مرات بيكون كتير أصغر، بس زي ما بيحكوا مرات الأشياء ما بتكوني فاهمة ليه صارت أو شو الحكمة منها، يعني ممكن يكون جزء من اللي صار فيه هو عقاب، بس مش شرط يكون كل اللي صار معه هو 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 عقاب للإشي اللي صار. النقطة الثانية اللي بدي أعلق عليها وهي فعلا كتير مهمة، حكى فيها موضوع السفارات البلاد اللي ضعيفة، إنه فعلا سفارته لو بلد تانية كانوا قلبوا الدنيا، كانوا ما استرجوا إنهم يعملوا معاه هيك، لو 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 بلد أقوى من المغرب هي اللي هو اللي بنتبي لإلها. ففعلا السفارات الدول الضعيفة دائما أولادها فعليا بتبهدلوا لما يطلعوا برا ويستمعوا بحياة أولادهم. فعلا قيمة، بتحس قيمة الإنسان عندهم. وعلى فكرة يعني صارت معنا بالأردن مع صحفي لما راح على بلد بديش أذكر اسمها، وانسجن هذا الصحفي لأنه مجرد ذكر إشي عن البلد هاي في الأردن، يعني لما كتب مقال عن هاي البلد في الأردن، لما راح على هاي البلد سجنوه، وعلى قد مطالبات زوجته للأردن قالت الأردن أنها تدخلت وما طلع بإيدها إشي. بلد تانية كان حيطلع بإيدها إشي وكانت حترجع الصحفي على 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 بلده. طبعا مش الفكرة إني أنتقد الأردن، بس بشكل عام الدول العربية سفاراتها غير مقدرة بما فيه الكفاية خارجيا. وهو على فكرة أرد جابها من الناحية الثانية، لما صارت بقصة كريستين، لما كانوا عند هذاك الزلم العجوز وصارت في قطار واحتجزوهم، وراح حكى وقالهم في عنا كاتبة أمريكية محتجزة، وقال لك ما كانوا راح يتحركوا وما كانوا راح يجوا ينقذوا هدول الأطفال لولا إنه في واحدة محتجزة أمريكية، زي فيلم عسل أسود لما حكى إنه أنا مريض وأنا معي وصار يورجيها الباسبور الأمريكي. فهو فعلا هاي الشغلة للأسف موجودة، إنه زي ما قلتي الدول القوية يعني بديش أحكي تحترم أبنائها، بس بتشتغل عشانهم، يعني بتقدم لهم إشي أو على، لأنه ميزان القوة هيك، فالبلاد الثانية بتعطيها الأهمية، بتعطيها البرستيج. وللأسف لو دولة ضعيفة ممكن هي عم تعمل، بس هي ما عندها قدرة إنها تطالب أكتر بحقوق مواطنيها أو رعاياها بالدول الأخرى. صحيح صحيح، شكراً حلا. سمار، في نقطة هيك هو ذكرها الكاتب، هلا هو انه هو ذكر انه هلا طبعا لما بتصير ذكرها بقصة كريستينا، بتصير اي مشكلة بتخص المغاربة بتعرضوا لمخاطر، فهي اساس لما تتصل انه كونها مواطنة امريكية فبردوا عليها بسرعة. بس هو ذكر انه هو هذا زهير لما سافر على روسيا هو ما تواصل مع الأبناء المغاربة اللي معاه، الطلاب المغاربة أو مع الجالية المغربية، لأنه ما بده إشي يذكره بالمغرب، بده ينفصل هلأ هو عن بلده أو هيك أو عن هاي التجربة اللي مر فيها، فما كان معه تواصل، فهم عشان هيك ما فقدوه. يعني هو ذكر إن هاي مشكلته أو هاي غلطته، فممكن يعني هاي إنه برضه، لأن خاصة أنه ما مع أوراق ثبوتية ولا أي شيء يثبت هويته، وإنه مع يعني ممكن لو كان تواصل مع الأبناء الجالية المغربية ممكن كان فقدوا وحكوا للسفارة. فهي هي ذكرها هاي، هي هذه هي هون هي غلطته، هاي بقول هي غلطة عمره، يعني إنه ما تواصل مع أبناء جاليته. هلا برضه بذكره هلا لما صار بروسيا ونحبس، فكانت امه تضلها تروح تسال عنه وتسال عنه بكل السفرات، يعني ما تعبت، بس الاب ما كان مهتم. فهي هاي شويه يعني ما بعرف، ما حكى عنها ايش، ليش الاب مش مهتم؟ يعني الام اللي حتى صرفت وبطلت تهتم بال
إنها تأخذ مركز بالرئيس الجمعية أو إنها تعزز مشوارها بالسياسة وبالسلطة، يعني كانت يعني حابة تكون نائبة وغيرها، يعني توصل لمراكز عليا. بس إنه فرجونا الأب ما اهتم، يعني خاصة إنه هو ابنه الوحيد، وحتى بمشكلته كلها هي الأم اللي كانت تحاول تدافع عنه وتطلعه من مشاكله، يعني حتى لو كان الأب يمكن لأنه الأم هي اللي عارفة كانت بالمشكلة وهي اللي طلعته من مشكلة الغالية، والأب ما تدخل ويمكن ما بيعرف أصلاً. نعم، بس لما يسافر، لما يفقد ابنه، يعني ما فرجونا هيك. بعدين حتى هو توفى وهيك حطوا عنه خبر، فما بعرف إذا هو في ربط ما بين إنه ممكن هو يكون ابن جميلة وصالح اللي بالخمسينات أو الستينات، ما بعرف هيك ذكروها يعني. فأنا مش عارفة كيف هذا الربط، لأنه شخصيته هذا الأب هو رجل أعمال أو محامي طبيب. أو طبيب 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 فشخصيته ما يعني فيها إشي، يعني ما وضحونا، لأنه هذه شغلة إنه هو ما كان يسأل عن ابنه ويتابع عنه. ولما برضه توفى ومزبوط علاقته مع زوجته كانت سيئة، بس هي كانت مستمرة حريصة على استمرار الزواج هذا. بس هاي يعني هاي النقطة اللي هيك اللي حكاها. وبرضه هلا فيها هلا بيحكي اللي هو زهير بالقاسم، وبعدين بصير في مشهد التقاء، يعني هلا بوضح هذه الشخصية المستهتر أو اللي تمر بظروف حد ما يرجع لبلده. وبين كمان شخصية رشيد، هلا هو هذا رشيد اللي بيبين أكثر هو قديش كان مسحوق ببلده، مع إنه هو متعلم وبسعى وبجد. وبرضه بيفرجينا كيف فساد حتى الهيئة الأكاديمية بالجامعات، إنه كيف لما عرفوا إنه هذا هي الرسالة هاي اللي كان بيسويها على أحجية مغربية، كان بداية المشرف على رسالته مش موافق عليها، شايفها رواية ضعيفة وبرشح له رواية تانية. هلا وجهة نظر رشيد إن هاي الرواية ما بتستحق إنه يعمل عليها أطروحة، لكن لما تواصل مع دكتور فرنسي دكتوراه أو بروفيسور وأثنى على هذه الرواية وبعث له، هو كان في ترجمة فرنسية لهاي الرواية، اضطر لهون المشرف إنه يعني يقبل هاي الأطروحة على هذه بناقشة هاي الرواية، لأن ناقشها اللي هي مش هيك بالترجمة الفرنسية. فبيفرجيك يعني إنه كيف لما إيش بيجي من برا، لما إجته إنه من دكتور فرنسي وأثنى عليها إنه مشي في الموضوع. طبعا هلا بفرجنا برضو إنه هذا هو نفسه، هذا الشاب لو حصل على الدكتوراه ما كان استقبل، أو هو عمل له مسارين مش هيك بالنهاية، مسار إنه هو ضل في المغرب وما المسار الثاني انه راح فرنسا، المسار الثاني اللي هو ندى فيه الدكتور وانه حب يدعمه ويوصله. هلا المسار الثاني اللي هو حسب وجهه نظر زهير بالقاسم، انه كيف بضل بلده مش قادر يشتغل، ويعني وحتى بوظيفته هو نفسه بيطلعوها منه يعني، وبيضطر يدخل لمظاهرات، فعن تنتقل حياته يعني بطريقه انه حتى بس بالنهايه بيقول انه نادى كريستين. فهي يعني هو بيوضح انه كيف انه حتى هاي الفئه المتعلمه والمثقفه برضه هاي ما لها حظ، فبضطر طبعا يسافر. يعني هو وضح كيف هي معاناه الانسان المغربي اللي سواء كان متعلم او غير متعلم. شكرا سمر. سعيد، نعطيكم العافية. أنت سألتي قبل شوية هل العقاب اللي أخذه موازي للجرم أو الإشي اللي عمله؟ أنا باعتقادي أول إشي إنه العقاب ما كانش إله فقط لحاله، كان إله لأمه. لأمه صح. أنا برأيي أمه مذنبة أكثر منه، لأنه أيوة هو كان بده يعترف وكان بده يتحمل نتيجة خطأ. نعم، هي الأم اللي استخدمت، لأنها هي الأكثر وعياً وهي اللي أكثر دراية بالعقوبة، لو كانت أستاذة محامية هي. صح؟ صح. فالعقاب كان بالدرجة الأولى إلها، وبعدين كانت عايشة في عالم سريالي، مش حابة يعني تسلم مثلا أنه ابنها نتيجة لإهمالها هي حصل هذا الحدث. لا، هي كان بدها بس تخرجه بأي ثمن من القضية،
فعملت على ذلك وما تنازلت عن طموحها حتى بعد ما فقدت ابنها. لا، تنازلت عن طموحها عندما اكتشف أو اكتشفت جثة زوجها وطريقته هذيك، فانصدمت بالواقع وانفضحت زي ما حبيحكوا. فهنا كان العقوبة يعني إلها هي بالدرجة الأولى. الشغلة الثانية اللي هي اهتمام السفارات، يعني في احنا عندنا في العالم العربي مثلا كثير من خلقنا هيك بنعرف لما بصير مثلا زلزال أو كارثة في إحدى دول العالم، بتصير الساعة مثلا الساعة 12 بالليل، الساعة 6 الصبح السفارة الأردنية أو المغربية أو السعودية أو أي سفارة بتعلن إنه كل رعايا البلد بخير وبسلامة. طب بلكي واحد كان يلعب شدة في إحدى القرى وصاروا في الزلزال، بيكون يعني مفروض إنه يكون في يعني مرجعيات أكثر من أو اهتمام أكثر من هيك. هذه كان يعني بدها تركيز كثير. بظل النقطة اللي حكتها الأخت سلمى، الأدب أو للأديب أو الرواية إلها أو لا يحق لها ما لا يحق لغيرها. يعني فترة العقاب اللي أخذها هو يعني لو قارنتيها مع جان فالجان في البؤساء عشان رغيف خبز قضى عمره يتعاقب، فكويس يعني 14 سنة مقابل جريمة ارتكبها. ما هي ما يعني العقل. مش بحبس عادي ودوها سيبيريا يعني. ما يعني ما احنا عارفين ايش سيبيريا يعني. تعذيب نفسي ومأساة كان الوضع. لا هلا هو طبعا هي جريمة، هي جريمة نكراء ما لا خلاف عليها، بس بنرجع نحكي يعني انا دائما بحط الماذا لو انه هو مراهق كان تحت تأثير الكحول واعترف بغلطه. يعني هو مش انه يعني اوكي ارتكب جريمة نكراء، بس هو مباشرة كان بده يعني بده يكفر عن غلطه هذا. نعم نعم. فهو بس العقاب انا بحكي لك العقاب ما كان له هو، العقاب لأمه يعني. بس هو كمان نتيجة. يعني كمان هاي يعني ممكن بس 17 يعني يعني هي اللي دائما يعني قلب الأم هو اللي بتأذى أكثر من قلب يعني هو ممكن يتعايش ممكن شغل زي هيك. بس سعيد راح صوتك. سعيد سعيد راح صوتك. أوه. إذا بتحبي خدي رندا وبعدين بنرجع لك. سعيد من عندي ما عم بسمع. طيب سعيد بنرجع لك. أوكي رندا تفضلي. يعطيكم العافية. بس بالنسبة لقصة زهيرة، في شغلة لفتت نظري ما بعرف يعني استغربت منها وما بعرف إذا في حدا بوافقني بهذا الاستغراب. من بداية الرواية أو بداية قصة العائلة يعني مع زهير وعائلته ما كان في ذكر لالتزام العائلة دينياً، يعني بالعكس كان واضح العكس إنه هو مثلاً كان بيشرب، والده كان عنده علاقات، أمه يعني اتبعت أساليب ملتوية حتى لأنه طلعوا مثلاً من قضية الغالية وهيك أمور. لكن يعني فجأة هيك في صفحة 306 ظهرت آية قرآنية، فإنه هو مثلاً وجد مصحف و قرأه. فأنا صراحة هيك ما بعرف يعني حسيت إنه يعني الدين كان مغيب أصلاً في بداية الرواية، يعني ما في ذكر لأي التزام ديني أو لأي شيء. فهيك ظهور الآية القرآنية وتأثر زهير فيها ما بعرف، أنا حسيت الموضوع يعني غريب من الكاتب. ما بعرف إذا في حدا مثلي استغرب أو أنا بس هيك. أنا يعني إذا لاحظتي سألت هذا السؤال إنه هو فعلاً يعني لأنه أنا ما حسيت إنه هو في كان رابط ديني، فاستغربت إنه هو ربط الموضوع إنه عم يعني الكارما زي ما حكت حلا، إنه للشخص اللي ما كتير الدين بيلعب دور بحياته ما رح يجي يقول لك هذا عقاب من ربنا لأنه أنا عملت الشغلة الفلانية. صحيح. حتى تأثره يعني تأثره فجأة هيك بآية قرآنية قرأها، يعني أنا صراحة حتى ظهور الآية القرآنية في الصفحة صراحة استغربته من الكاتب، لأنه طوال الرواية زي ما حكيت ما كان في ذكر أصلاً للدين أو حتى للإسلام بغض النظر يعني، بس ما كان في. حتى في نهاية الرواية لما أمه كمان بتقرأ آيات قرآنية وهيك، فأنا ما بعرف يعني وجود الآيات القرآنية في الرواية استغربتها،
خصوصا يعني ما بعرف يعني هل يعني هو كان بده يلمح لظهور تغير في شخصيات الرواية، بس يعني ما بصير التغير بهالسرعة يعني انه فجأة هيك يتأثر بآية قرآنية. ف يعني هذا الموضوع هيك لفت نظري نوعا ما بالرواية، وحسيتها انها لا يعني كان الكاتب المفروض ما يلجأ لهذا هو يمكن الشيء. مرات لما حدا بيتعرض لمحنة كتير كبيرة كتير ناس بتتجه للدين، فهو يمكن بده يوضح انه هم بسبب هاي المحنة هم اتجهوا للدين. ممكن، بس كان في بعد من البداية ما كان في ذكر اصلا للدين بالرواية كلها يعني حتى مزبوط. ما بعرف عادي، انا بعرف يعني كقصة جانبية بعرف شخص كان يعني زي هذا المبدأ وبشرب وبسكر ومش مقصر في الدنيا. هذا الشاب مثله حدا كتير عزيز عليه يعني مثله ابنه، زلمة قلب شيخ، فعادي هاي أشياء بتصير. فيمكن هو ما ركز كتير عليها، بس يعني نقدر نفهمها من بين السطور. بس هو التأثر كان سريع يعني فجأة بالسجن هيك يصير متأثر يعني ولسه ما في أي شيء مثلا، فممكن فيه تفاصيل خلف السطور يعني ما في ممكن. مشكلة ممكن هل. أوكي شكرا لنتا حلا. لا هو أنا كنت بدي أجاوب الجواب اللي جاوبتي سلمى، إنه كتير ناس بتلجأ لله بعد المصائب يعني، فلما يصير في أشياء كبيرة في حياتهم واللي مرقت فيه هي مش قليل، لما فقدت ابنها وبعدين بديحت زوجها وبعدين الناس تركوها وصارت عايشة لحالها في بيت زي المهجور لما وصفوا الابن وكل هاي القصص، فطبيعي إنها تحاول تلجأ ل خلينا نحكي قوة عظمى إنها تريحها أو إنها تحسسها بشعور أحسن أو ما إلى ذلك. فلجأت إلى الله في هاي الحالة ومو حاسة سريع، لأنه هي اللي صار فيها بلاوي صراحة قبل ما توصل لهاي المرحلة. 17 سنة هو ما تناول كل سنة بسنتها وما كان كثير مركز على الأم، فيعني أكيد كان في رحلة بالضبط. وبالنسبة للشاب نفسه إنه ليه ربط الموضوع بكارما أو ما إلى ذلك، هو الشاب على فكرة من أول من طريقة وصف شخصيته هو أحسن من والده ووالدته على فكرة. واضح. طريقة وصف شخصيته إنه هو كان إنسان هم خربوه، لكن هو كان عنده إحساس بالذنب، كان عنده ضمير، كان عنده نوعا ما عنده الأساسات تاعت الإنسان اللي بيراجع نفسه بالآخر أو بيحاسب حاله، فهو كان أحسن من أمه وأبوه، فطبيعي إنه يفكر بهاي الطريقة. ما حسيت الموضوع أبدا صراحة. بس أوكي رنا يعطيكم العافية، مش عارفة ليش حاسستك أنت متعاطفة معه. يعني إذا نحلل الكاركتر شخصيته لهذا الشاب، أنا يعني بلاقيه سريع التعبير غبي وبعدين خبيث. لما خبع صاحبه على علاقته بأولغا لما راح معها الثياتر، يعني هو شاب يعني ما عنده نازع أخلاقي ولا حتى ديني، ما عنده، واللي حصل معه كله بسبب غبائه. يعني هو مفروض ليش ما قبل شيء ارتبط بالمغاربة اللي بروسيا؟ ليش يعني أوكي أنت عملت غلط واغتصبت هذه البنت، ليش أنت قلت ما بدي أتعامل مع واحد من جنسيته؟ هذا على فكرة نوع من الغباء الاجتماعي اسمه، إذا ما عرفش إذا قرأته كتاب الذكاء الاجتماعي يعني، بس بيحدد شو الشخصيات كيف تتصرف زي هيك. أنا ما تعاطفت معه نهائي أبداً، لأنه اغتصابه للبنت يدمر حياتها شيء لا يغتفر، حتى لو كان صغير، حتى لو كان سكران، ما عنده أخلاق. وحتى لو ما اختلفناش، أنا مش متعاطفة معه، أنا أصلاً هاي الجريمة بالنسبة إلي هي الجريمة العظمى. بس أنت هون كمان رجعتي ذكرتي شغلتين، هل هو تعاقب على جريمة اغتصابه للغالية ولا تعاقب على خبافته مع صاحبة مع البنت اللي بده يزبطها صاحبه؟ كله بيكمل بعض. هلأ هو لو خبر حدا أنه رايح الثياتر سواء صاحبه الروسي أو له أصحاب من بلده، هو اعتزل نتيجة مفروض يتعالج عليها أمه، بما إنها محامية وفهمانة مفروض عالجته نفسيا قبل ما تسفره إنه يطلع من هاي العقدة، لأنه هي أكيد أثرت عليه وعلى تصرفاته. بس عملت عنده ردة فعل إنه بدوش يتعرف على حدا لا من جنسيته ولا أي، وخبع صديقه تخيل بالنهاية اللي هو أنقذه اللي طلعه من سيبيريا بعد حبس 17 سنة، يعني طلع صاحبه إنه الروسي عنده أخلاق اللي ما قبل يخون حتى المجتمع تبعه. بدي أفرجيك أنت تقارني تو كاركتر، الروسي اللي ما قبل يخون مجتمعه ويوقع وراء عشان يستفيد ماديا، وبين إنسان فاشل ببداية حياته
وراح راح يدرس ببلاد مش بلاده، وكيف انه كان ما احترم هاي العلاقة او الصداقة لصاحبه اللي عرفه على أولغا وعرفه على الاماكن. يعني بنت اذا بدنا نراجع شخصيته انسان يفتقد الاخلاق وما عنده عقب على شهواته. آه طبعاً الدنيا فيها، أنا بآمن بالكارما كتير يعني، وزي ما حكت الأخت قبل شوية إنه دخلنا الدين بالنهاية، يعني مش عارفة ليش دخل الآية القرآنية. يعني أمه كلها سنين أنت لازم يجيكي أكتر من خبطة علشان تصحي على حالك، يعني ابنك وحياتك الحقيقية كتير أهم من المجتمع والمظاهر الكذابة. يعني كلهم اتعاقبوا، عرفتي كيف؟ الكل اتعاقب. بس أنا حبيت أضيف إنه لازم نحلل الشخصيات، يعني كل شخصية نحللها، كل شخصية تتحلل، وما نتعاطف مع حتى لو اعترف ما نتعاطف إنه الإنسان اللي بيكون زي هيك أكيد يصير مصيره هيك أو أكيد يتعرض لمصائب. يعني هلأ إحنا بتربيتنا لأولادنا إيش دائما منركز على أهم أشياء، إيش مش بس الأخلاق، من مثلا بتقتل هو صاحبه بالمدرسة بصير ننصح ما بتضرب صديقك بالمدرسة، أنت تعاطف معه. أنا مثلا بنتي كان ولد مستربس بنتها، بتعرف كيف بنتي خلت الولد هذا مستلبس بنتها بالمدرسة صف مختلط؟ كل ما يتفشها تقول له شكرا. مرة على مرة تخيل الولد صار صاحبها، يعني صار يتعاطف معها. يعني قصد الإنسان لازم يتربى بطرق يعرف كيف يعيش ويكون ودود مع الآخرين ومش عدائي وما يكون انطوائي بنفس الوقت، على أساس إنه إحنا بهذا المجتمع بحاجة لبعض، كلياتنا بحاجة لبعض. بس أنا حبيت أوصل هاي الفكرة، وإنه نحلل كل شخصية والكاركتر تبعها من دون ما نتعاطف، يعني نكون هيك يعني حياديين. وبس يعطيكم العافية. أنا حسيت إنه بده يوصل فكرة إنه العقاب كان بسبب إنه المبادئ اللي هم كانوا ماشيين عليها، اللي هم كانوا عم بينادوا بإشي سواء الأم أو الأب، بس هم عم بيعملوا إشي مخالف تماماً على اللي بينادوا فيه، فيمكن هاي كانت العقاب، يعني هاي هي جريمتهم الأساسية. أنا اعتراضي إنه لما جاب الدين، أنا مش ليش أخذ وقت غيري، لما جاب الآية القرآنية والدين هو ما حل المشكلة صح، مش إنه لازم نلتجئ لله، هي التربية طبعاً لازم نلتجئ لله. بس هي على فكرة هاد كتير ناس يعني هو يعني أعطى نموذج لفعلياً كتير أشياء بتصير بالمجتمع هيك، إنه هو حدا بيعمل بيصير معه شغلة بيتجه للدين. اوكي بس ما اعطى حل. الحل مش بالتدين، انه من الاكستريم هذا للاكستريم هذا، عرفتي كيف؟ يعني مش هيك، ما اعطى حل، عرفتي كيف علي؟ ما اعطى حل. يعني طبعا امور بتتجه بالاخر للدين اكيد بالنهايه، لانها قالت له انا غلطت معك، بس ما اعطى الحل والعلاج الصحيح بالقصة. وهذا راجع ممكن يكون نوع من الادب والفن، راجع ان احنا كيف نحلل. والحلو بالقصص هاي انه كل واحد بصير يحلل على كيفه، وكل واحد بس انا يعني كتير بيعجبني اني احلل الشخصيات، ما بتعاطف انا يعني، حتى لو كان مثلا شخصيه هذا الروسي صديقه اللي انقذه واللي عنده مبين انه مبادئ واخلاق، يعني حللته ليش هو هيك، والدليل انه هو بالاخر اخذ مرته واولاده، يعني ضل التزامه لبيته لاخر لحظه انه بده يهرب مع مرته وبنته، بنفس الوقت ما قدر يخون المجتمع، وبنفس الوقت انحبس زيه، يعني قعد بالاخر بالسجن اخر 3 سنين دكتور بسجن. بس يعني فرجيكي انت الفرق بين التنين، يعني هو قصده كمان يفرجينا الفرق بين شخصيه الروسي الدكتور هذا الطبيب وبين شخصيه المغربي الساذج المدلل الغبي مثلا، سوري على الكلمة، بس انه هو فعلا غبي، يعني عرفت كيف؟ ما عنده ذكاء اجتماعي ابدا ما عنده. بس يعطيكم العافية. شكرا لك حلا. هو I think لازم ننتقل للنقطة اللي بعدها، بس بدي احكي شغلة بس تعليق سريع على كلام بنا، انه الروايات مش مطلوب منها انها تقدم حل لكل نقطة مذكورة بالرواية. الروايات فعليا هي بتكشف او بتشرح تفاصيل الردود الفعليه، الردود الفعل النفسيه عند الانسان للاحداث اللي بتصير، بتشرح الاحداث، بتشرح الردود الفعل، بتشرح اشياء زي هيك. هو انا برايي اللي عمله الكاتب انه شرح رد فعل نفسي عند
الناس انهم لجأوا للإكستري... للدين، ممكن كانوا يلجأوا لإكستريم تاني اللي هو مثلا الكفر بوجود الله او الإلحاد التام. حتى قصة انه عدم تعامله مع المغاربة هو رد فعل نفسي انه هاي طريقته انه يحاول ينسى اي شيء متعلق باللي عمله في المغرب، ينسى كل شيء موجود هناك. فكلها هاي ردود فعل نفسية، هي مش حلول، بس هذا الاشياء الطبيعي اللي بصير فعليا مع الانسان. بس هاي هي. أنا برضو كنت بدي أعلق على هاي النقطة، إنه مش مطلوب من الأدب إنه يعطيكي حل، هو مطلوب إنه يطرح أسئلة. أنا هذا رأيي، هو يطرح الأسئلة، يعرض المشكلة، وكل واحد يفكر بالحلول، لأنه بالنهاية الحلول مختلفة. يعني ولا يعني ما بحب الكاتب أو الروايات اللي بتعطيكي حل خلص واحد، وهذا أعطيني مجال أنا أفكر لحالي، أو أعطيني مجال للخيال تبعي إنه يفكر لحاله ويطلع بحلول ثانيه. زي الوعد والارشاد بتكون. بالضبط بالضبط بالضبط. طيب فعلا احنا لازم ننهي، يعني معنا يمكن 10 دقائق ولسه ما حكينا عن قصه لبنى ولا قصه خالد، اللي انا يعني حسيتها مع انه هي مربط الفرس، بس حسيتها يعني مش هي الاساسيه. مش عارفه اذا هذا الحكي مظبوط ولا لا. على كل القصه انه هو الكاتب اللي هو بيكون موجود، مش موجود بالصورة، اللي هو الابن تبع السيدة اللي كانت موجودة بالصورة لأبوها، شو اسمها، كريستين، وقعدوا يدوروا عليهم ويبحبشوا عنها. المهم اكتشفوا بالآخر عبال ما جمعوا كل الخيوط انه هذا الكاتب هو نفسه مدرس رياضيات بس الاسم معكوس. وقعدوا يدوروا لحد ما لقوا زوجته اللي هي لبنى، أو مش زوجته هي فعليا، لبنى اللي هي كانت حبيبته وكانوا بدهم يتجوزوا، بس صاحبه أخذوا وحبسوا في مكان تاني، وعملوا هون تشابه الأسماء تبع المدينة، وهون كان كل الحكي تبع حادثة السموم وكيف كان تأثيرها على الأشخاص، ومن ضمنهم هذا اللي هو كان مدرس الرياضيات اللي هو خالد، إنه صار تأثرت حركته، تأثر يعني تأثر كتير شغلات عنده، يعني صار مريض من وراها. وبيورجونا بالآخر إنه لبنى ظلت تنتظره وظلت عندها أمل، وهي اللي أكملت الرواية. يعني هو كان عندها المسودة الأساسية وهي كملت عليها وطلعت الرواية باسم يعني باسم وهمي، فلا هي أخذت كريدت على اللي كتبته ولا هو أخذ كريدت على اللي كتبه، بس يعني قدم، يعني كانت بدها تحكي هاي القصة، كانت بدها تطلع هاي القصة، وللأسف الرواية ما لقت صدى بوقتها، ولقت صدى بعدين لما كريستين بدأت تدور عليها. هلأ هون منيجي لأخر الرواية اللي إحنا طول الوقت عم نقرأ عن كريستين ورشيد، وبعدين من نط على زهير، وإحنا مش عارفين إيش العلاقة بيناتهم، هدول بيحكوا بالمغرب وهداك بيحكي بروسيا، لحد ما بالآخر بنكتشف إنه ببداية الرواية لما كان رشيد بالتاكسي ونسي الملف الأزرق تبعه، ورجونا بعدين إنه زهير بعد ما طلع من السجن وبعد ما أنقذوا صاحب الروسي ووصل على البلد، ركب بنفس التاكسي ولقى اللابتوب ولقى الملف تبع رشيد، وطبعاً بسبب الفضول قرأه ولقى إنه من ضمن الملاحظات اللي كان حاطتها هون، حلو النقطة اللي حكت عنها سمر بالبداية، إنه هو فعلاً كان شارح لنا الاستراتيجي اللي كان ماشي عليها بكتابة النص الروائي تبعه، وكيف وقف بالآخر إنه مش قادر يلاقي نقطة يربط فيها الأحداث مع بعض. فهون وبناءً بما إنه زهير بسبب سجنه الطويل وقراءته الطويلة صار قادر إنه يقدر يكتب أو إنه يلاقي حبكة، فطلع بهاي الحبكة إنه اسم المدينة كان غلط وإنه صار هيك ويعني ولقى له قفلة معينة، وبيورجينا بالآخر إنه راح على المكتبة اللي كان بيشتغل اللي كان بيبحث فيها رشيد، وبلتقي فيه وبشرح له إنه ليش عمل هاي النهاية، وتساءل إنه طب ليه حطيت الغالية، يعني الموضوع ما إله معنى، بس هو طبعاً لأنه كان يمكن كنوع من التكفير عن الذنوب إنه بده يعطي الغالية قيمة، أو كأنه بده يرد لها جزء من اللي عمله فيها بإنه يكرمها ويحطها بهاي الطريقة بالرواية. هيك بتكون انتهت الرواية. ما بعرف إذا حدا عنده أي تعليقات نهائية، أي إشي لفت انتباهه أكتر، يعني كلمة أخيرة.
اللي حابب يحكي. فرصتكم الأخيرة. بس هو السؤال هو مين طلع ابن مين بالآخر؟ أنا لسه ما خلصت آخر. في طلع إشي جديد مش متوقع يعني؟ خالد. سلمى ما تحكي سلمى ما طيب تحكي. أوكي. لازم لازم تخلصها. كم صفحة ضايل لك يا حلا؟ وصلت لعند 400. طب خلص كلهم 20 صفحة. لازم لازم تقرأيها لأنه الآخر يعني ما بتتخيل كيف حبكها. أرام. طيب لا ارجع اقرايهم اكثر 20 صفحه. لا حقراها حكمل اكيد. طب بس يعني حرام انتي 400 كمليهم. اوكي. على كل شكرا كثير لكم. ما بعرف اذا نسيت اي نقطه. ما اظن انه نسينا شيء يعني حكينا. اظن غطينا كل المواضيع. انا شخصيا كثير 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 حبيت الروايه وفعلا طبعا شكرا دانا لانه هي اللي نصحتنا فيها. فاول ما قراتها فعلا وقعت في غرامها وحبيت أنه أقدمها لأنه فعلاً هي نوع مختلف عن بالأدب العربي نوع مختلف عن اللي إحنا بنعرفه اللي هو السسبنس ويعني عمل مش هابط سسبنس بس مش هابط بالعكس فيه معلومات كتير وفيه تاريخ وفيه نقد للمجتمع وفيه فكرة عن المجتمع المغربي بشكل عام. شكراً كتير لكل اللي حضروا والأسبوع الجاي في عنا رواية جوج ومجوج لباتريشيا ميلو روائية برازيلية الميسرة دانا جودة إن شاء الله راح يكون برضو على زوم اليوم أو بكرة من نزل الإعلان. خليكم متابعينا. بس كنت بدي أسألكم سؤال أخير أو لا خلص مش مشكلة بعدين. شكراً كتير لكم ونشوفكم الأسبوع الجاي. شكراً سلمى. أنا بصير بس نوقف التسجيل وبس نسألهم سؤال يعني خليكم ما تطلعوا. أوكي. بس نوقف التسجيل.